اللي بغيت نصرحوا به واحد النقطه مهمه جدا، وهي واحد عندنا واحد الفراغ التشريعي على مستوى وزاره الصحه، واللي كيخلي انه كيكون واحد عدد كبير ديال المتابعات القضائيه اللي كيكون دائما الضحيه ديالها هو مهني الصحه. علاش؟ لان كاين واحد تداخل اختصاص، الا درتي العمل ودرتي الخطا تتابع عليه، ولا ما درتيش تتابع عدم تقديم مساعده لحالات في الشخص في حالات خطر. وهذا الشيء هذا الفراغ هذا علاش كاين؟ لان ما عندناش قانون صحي، هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه هو انه ما كاينش تحديد الاختصاصات ما بين مهني الصحه، وكاين تداخل الاختصاص ما بين الطبيب والممرض، وهذا الشيء اللي خلى واحد العدد ديال المتابعات. كانت متابعات في واحد المرحله في دازت في العراش، كان المتابعات ديال الرباط، كاين دابا متابعات ديال اللي كاينه في فاس، وهذا الشيء كيخرج عليه واحد الاحكام، لان القاضي في نهايه المطاف يحكم بالنصوص اللي عنده، وكيضطر انه يجتهد، لان حيت ما كيكونش النصوص كل كيخلق القاعده القانونيه هو القاضي. وبالتالي انا كنطالبوا خصو يكون واحد القانون صحي اللي غادي يحمي هاد المهنيين الصحه. كاين هذا القانون مثلا، واحد الاجتهاد الاول هو في القانون 0922 للوظيفه الصحيه، تيقول ان خصها تكون الحمايه القانونيه للمهنيين الصحه. علاش؟ لان اصلا العمل ديال المهنيين الصحه سواء الاطباء او الممرضين فهو بواحد العلم اللي غير مكتمل، وبالتالي ان الخطا وارد. بالاضافه لهذا الشيء ان احنا واحد المنظومه الصحيه اللي فيها بزاف ديال النواقص، وهاد النواقص اكيد انها ينتجوا عليها اخطاء، وحيت كينتجوا الاخطاء شكون اللي كيؤدي الثمن في نهايه المطاف؟ تيؤدي الثمن هو هاد المهني الصحه في حالات الا كانت المتابعه ديالها، رغم انها تعتبر بمثابه الا رجعنا القانون ديال التزامات العقود فهي بمثابه اخطاء مرفقيه يتحمل المرفق العمومي المسؤوليه ديالها. لهذا هاد التصريح هذا اللي كنعبروا به وكنطالبوا بان اول حاجه واساسيه ان اخراج الهيئه ديال الممرضين، اخراج مصنف الاعمال والكفاءات لتحديد الاختصاصات، وكذلك اخراج القانون الصحي. علاش؟ باش نحميو هذا المريض، وفي نفس الوقت نحميو المهني الصحه من هذه المتابعات اللي كيكونوا دائما هما الضحايا ديالها. وبعض الناس كتكون واحد الاحكام اللي انها كتمس كاع المسار المهني، وتقدر تمس لانه عند عائلات عندهم. دونك التصريح اللي فيه مهم جدا بالنسبه لنا هو ان هذه المساله ديال المتابعات كتخلق عاود اشكاليه اخرى، هو انه كيحسوا بواحد عدم استقرار مهني، بالاضافه انه ما كاينش حمايه مهنيه، وكاين عدد كبير اللي اختار انه يغادر القطاع، ماشي لان ماشي ظروف ماليه كاينه، ولكن كاين ما كايناش ظروف قانونيه وحمايه قانونيه لهذ المهنيين. اذا نتضامن مع جميع المهنيين ديال الصحه في ضحايا ديال المتابعات والفراغ القانوني اللي كاين، وكنطالبوا بان ضروره يعني اخراج هذا القانون الصحي لتسهيل المأموريه ديال القضاه، وبالتالي انه تكون فعلا واحد الحمايه لهذ المهنيين الصحه. كان واحد الدراسه درنا هذه تقريبا واحد عامين، لقينا بان من دستور 2011 تقريبا العدد ديال المتابعات وصل حتى ل 100 متابعه، واغلبيه هذه المتابعات هي اما عدم تقديم مساعده لشخص في حالات خطر، او ككل متابعه ثانيه هي القتل الخطا. وكما قلنا راه اي مهني فاش كيجي يشتغل ما كيكونش الهدف ديالو انه يؤذي المريض، كيكون الهدف ديالو انه يقدم الخدمه. ولا مشيتي درتي عمل ايجابي تتابع عليه، درتي عمل سلبي تتابع عليه. اذا حنا بالنسبه لنا الفراغ فين كاين؟ كاين الفراغ على مستوى الاداره، الفراغ على مستوى القانون، وبالتالي ان الحل خصو يكون في القانون. وهذا الشيء الثغرات هذه كما قلت لكم دائما الضحيه ديالها هو المهنيين ديال الصحه، وخاصه اللي كيشتغلوا بقرب المريض، بمعنى هما الممرضين والاطباء. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.